السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة حصرية نستضيف السيد مولاي محسين العروسي الإدريسي، مرحبا بك. سيدي محسين، أنتم قبل كل شيء رئيس فرع ولاية فاس ديال الرابطة الوطنية للشرفاء الإدريسة. نعم، رئيس فرع جهة فاس مكناس. أصبحت الآن جهة فاس مكناس. نعم. للرابطة الوطنية للشرفاء الإدريسة وأبناء عمومتهم بالمغرب، وباحث في علم الأنساب ومفتش عام بالرابطة بالمغرب. نعم. مرحبا بك سيدي محسين. قلت أن عندك مشكل، بغينا نسمع من عندك. عندي. شو المشكل اللي عندك؟ عندي جوج محلات. نعم. صفارين. نعم. في المدينة القديمة. نعم. سيدنا الله ينصرو أمر بالإصلاح ديال داك المدرسة المحمدية والحوانت اللي لاصقين فيها. الإصلاح ديالهم. المهم كانوا داروا معنا الإصلاح، طلعنا عند السيد الباشا. نعم. الباشا المدينة وقال لك سيدي من 3 شهور حتى 6 شهور. نعم. كذا غادي يكون داك الشيء واجد وغادي يسلموا لنا المحلات ديالنا. نعم. عطينا انا اللي كنت السبب لذاك التجار ديال ذاك المدينه، وقفنا قلنا لهم هذا الشيء هذا راه شرع سيدنا الله ينصرو ويخليه لنا، هذا الشيء راه مهم في البلاد باش تصوب المدينه العتيقه، راه واحد الحاجه مهمه. هذا الشيء فوقاش تقريبا بالضبط؟ وهذا الشيء راه دابا 3 سنين تقريبا. 3 سنين يعني في 2014 فاش كان هاد، راه عندي ذاك الورقه اللي دفعتها فاش في 2014 فاش كان الاصلاح. 2014. نعم. وتقريبا بالضبط تعطينا المكان بالضبط كيفاش يعني باش نقدروا نعرفوا البلاصه بالضبط؟ انا غادي نقول لك المكان بالضبط. لان المحل ديالي رقم 1 الصفاري، المدينه القديمه فاس، راه معروف، راه الشارع الرئيسي تيدوزوا منه الوفود وتيدوزوا منه حتى سيدنا ملي تيجي راه تيدوز من تما، حيت رسميه من تما ما كاين حتى شي مشكل. هادشي اللي كاين. نعم. هذا هو اللي كاين. المهم الناس اللي هما دابا انا اللي كنت في الاول السبب، جمعنا داك الناس وقلنا لهم طلعوا هذا الشيء هذا ما خصكمش تبقاو زعما تحاسبوا فيه، ماشي حساب، هذا الشيء انسان باش غادي تصلح هذا الشيء راه ماشي سهل، وسيدنا الله يسعد دار هذه المبادره الطيبه وهذا الخير هذا والتضخيم عطف على الناس بغى يصلح لهم يعوض لهم تعوض المدينه من الصالح العام، هذا الشيء راه مهم، هذا الشيء ما عندوش ثمن. المشكل اللي كاين الاتفاق اللي كان بيناتنا، راه حتى الكونترا كاينه كلشي كاين ديال هذا الشيء هذا، قالنا من 3 شهور حتى 6 شهور الاصلاح غادي يتم. هكاك مشات، كاين اللي عطاوه المحل في 6 شهور، كاين اللي عطاوه له في 8 شهور. المهم انا المحل انا اللي كنت السبب، انا هو التالي خلوني عطاوني المحل في عام وشهر، عاد سلموا لي المحل ومن بعد سلموا لي المحل، ماشي سلموا لي انا، بقيت تنسبك باش نقبض التساوت، اما كان ما سبتش نقط السعود كان راه مازال عندهم المحل دابا الان، حيت تيبغى داك الشيء على حسب نظره، اللي تتهضر معاه تيقول لك قطع الله دير، اللي تتهضر معاه تيقول لك طلع كذا عند التشغل، كل واحد شتي يقول في الهضره ديالو باش يسلموا لك غير السعود ديالك اللي عطيته. المهم المساله اللي كاينه كانوا خلصونا هما على حسب الاتفاق، بحال دابا انا عندي جوج خدامه في المحل، انا تنعطيهم 60 درهم في النهار، ما غادي يمكنليش نصيفطهم بحالهم. نقول لهم سيروا بحالكم. 60 درهم في النهار الواحد؟ الواحد. ما نقولوش سيروا بحالكم. جات هذا الاصلاح نقول له نديروا سبه نصيب، ما عنديش حتى شي، عندي محل اخر خدمتهم وتنخلصهم، ما عندي حتى شي مشكل عادي. حيت المشروع مزيان، انا براسي فرحت لهذ المبادره الطيبه، ما كاين حتى مشكل. حيت تنخلص داروا مع الناس غادي يعطيهم 50، دابا هما كانوا تيقولوا في 3 شهور قالوا غادي تجيهم 100 درهم في النهار، ولكن هي ولات غير 50 درهم. الست شهور هكا ولات على حساب دابا الحساب اللي عطاه، عطاو 9000 درهم كل واحد، عطاوه الشاك ديال 9000 درهم، انا تانا قبضت الشاك ديال 9000 درهم. المهم انا عام وشهر المحلية عندي داك الشيء ديال 7 شهور الفرق، الى يومنا هذا راني كتبت طلب بهذا الشيء ديال التاخير ديال الخلاص وديال المحل اللي ما عطاوليش، راه عندي مطبوع عندي في الكتابات الضبط ديال تقريبا. باش حتى تسالهم تقريبا دابا انا تنسالهم تقريبا واحد 10500 درهم على حسب 1000 ريال في النهار، ماشي ديال الخدامه، الخدامه ما هضرناش عليهم حنا تنخلصهم من جيبي، ما كاين مشكل. هادشي اللي كاين، هادي دازت. اما من ناحيه الدور الشريف
طلعنا عند المسؤول في لاغاديف كبير، المسؤول كبير، طلعت للمدير، طلعت للاداره باش ندخل عند المدير، عند الكاتبه الخاصه للمدير، الكاتبه الخاصه للمدير هي. طلعنا زعما قلت لي شنو عندك، بغيت ندخل عنده، قالت لي كدا ما كدا الله يخليك قول لي شنو عندك. قلت لها لا، عطيتها لا كارت فيزيت، قلت لها انا باغي ندخل بغيت نشوفه. قالت لي لا خصك تقول لي شنو عندك. قلت لها شنو عندي، اللي قالت لي ما تحتاجش هادشي، هادشي غنفكوه لك بسيط ما كاين مشكل. صفتني عند واحد المسؤول نيت، حتى هو عنده بوست مزيان في لاغاديف، مسؤول كبير ديال هادشي ديال الاختصاص. ملي هضرت معاه وتكلم يفسر لي، قال لي كذا، قال لي حنا ماشي منا، هذا مشكل ديال لا دير. قلت له انا ما تنخلصش لا دير، قلت له انا تنخلص لاغاديف، انا ما عندي علاقه بلا دير، انا لاغاديف اللي عندي معها الكونترا هي اللي تنخلصها، هي اللي عندي معها الهضره. اذا كان هما عندهم مشكل مع لا دير يحلوه بيناتهم، هذاك ماشي شغلي انا. انا ما يمكنليش نمشي لا دير نقول له على لا غاديف، مستحيل، ما ماشي شغال. المهم هضرنا هكا، قال لي المهم شي شهر، شي شهرين دابا تحل هادشي هذا. وانا دابا هذا العام، هذا العام الثالث تقريبا، وهادشي مازال المشكل مازال. انا واخد السلك ديال الضوء من المحل اللي عندي 200 متر ديال السلك، مدوزو من الفوق للمدرسه المحمديه باش يوصل لي للمحل. وملي هضرنا مع واحد السيد دايز من لاغاديف حدا المحل، حتى هو شي واحد تيقول لك في دير الشغل في لاغاديف وداك الشيء. ملي هضرت معاه وتكلمت قال لي وانت دابا خصك تخلص المخالفه ديال الضو اللي واخد من المحل. قلت له انا ما واخدش الضو ساكو، انا غير المكانه تنخلصها، تنخلص الكرا ديالها، وهذا الضو ديالي راه تيتحسب على مكانتي نيت تنخلصو، انا شنو المخالفه غنخلص؟ والديفو ديالكم؟ المشكلة يمكن نوصلوا مع لاغاديف نديروا دعوة في المحكمة، ما كاين حتى مشكل إلا ما عملوا لناش الحل. وماشي أنا بوحدي الشريف، راه أنا كنت ذاك الصف كله ديال ذاك التجار كله، شي 12 حانوت أو 13 حانوت اللي عندهم هذا المشكل، يمكن لك تجي لعين المكان وتسول الناس، ماشي أنا واحد من الناس. هذا الشيء اللي كاين. إذا المشكل ديالك أول حاجة مع لا دير، مع لا دير أييه بالضبط، في قضية ديال الأداءات اللي خصها تديهم على النهورة. اي ما بدات المشكل الثاني ديال الكهرباء، ديال الكهرباء. اذا شنو هو النداء ديالك؟ النداء ديالي الشيف، حنا الله يهدي هاد المسؤولين، الله يهدي هاد المسؤولين. سيدنا راه مضحي بحياته وباي حاجه مضحي بها، تيسافر من هنا ويمشي من هنا ويجي من هنا ويعوض من هنا بيديه بوحدو، وهاد المسؤولين ما يعاونوش يخليو حتى هاد المشاكل هادي التافهه يخليوها تخلق مشكل. ماشي معقول هادشي هذا. انا مواطن، انا ما تنطلبش بشي حق شي حاجه، تطلب انا حنا ما جالسين شي فشي، نقولوا مثلا فشي عروبيه ولا شي بلاصه اللي ما وصلهاش الضو ولا شي حاجه بحال دابا سليك من الفوق كاين نص متر بين الحانوت وداك البلاصه ولا متر، غادي يقول لي غدوزوا لي لا دير. هادشي هذا حشومه، هادشي هذا عار. والمدينه القديمه، المدينه العتيقه، بها كانوا الناس يضربوا المثل. لو ما كان لو ما كانت فاس لذكر المغرب. ايوا كيفاش هاد المساله؟ هادي فاس، هادي هي البلاد العلميه، هذه البلاد ديال الدين، هذه هذا ما كاين، هذه ما كاين لا اصلاح ولا واش الخدمه هذه الشيخ. اما انا بغيت نفهم، ما بغيتش نفهم هاد الناس، ما كاين والو. تتهضر معاه واحد يصيفط لك الواحد، واحد تصير عند هذا، هذا يتحيد لك في هذا. انا غير مواطن، ماش نطلب حتى شي حاجه، انا ما طالبش شي حاجه، تنطلب غير الحق، الحق اللي هو خصو يكون. هادشي اللي كاين، ما كاين حتى مشكل. نعم، سيدي محسن، شكرا جزيلا لك على الموضوع. اللهم تعالى يحفظك ويصلح لنا.